السلام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة الحلقات كيف تتعلم أدوب فوتوشوب في أقل وقت ممكن. مش تساهم في إنه سلسلة الحلقات هي تتواصل وإنك تشجعني أعمل لايك وكومنت وسبسكرايب وشير للفيديو، تخليني إني نشجع أقدم لكم محتوى أفضل ثم أفضل. مشاهدة طيبة للجميع. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات كيف نتعلم أدوب فوتوشوب في أسرع وقت ممكن. في الحلقة هذه تكون حلقة خفيفة قصيرة برشا، كيفاش نتحصل على واجهة تمثل فيها كل شيء، الأدوات، كل ما نسحقوه أدوب فوتوشوب بالنسبة للمبتدئين وفوق المبتدئين بطريقة سهلة جدا. مثلا أنا نحكي باش تفهموني أكثر على إنه احنا في أدوب فوتوشوب نجم نتحكم بمكونات الواجهة نتاعنا. نجم هذه نحطوها هنا، نجم هذه نحطوها هنا، عندنا الحرية الكاملة وين نحطوا النوافذ نتاعنا. باش تحصلوا على نافذة كيما هكا تمشي فناتر اللي هي هذه مسؤولة على كل شيء يظهر للواجهة متاع أدوب فوتوشوب. تمشيوا لهنا، تنزلوا هنا أدوب فوتوشوب وحده يمكنكم من أنكم تحصلوا على واجهة تتكون من كل شيء تسحقوه في أدوب فوتوشوب بالنسبة للمبتدئين فوق المبتدئين.